العلم أول خطوة في تقدم أي دولة. كل الدول المتقدمة حاليا كلمة السر فيها هو العلم، ولازم دايما نتابع تجارب الدول المتقدمة ونحاول نتعلم منهم ونستفيد من خبراتهم ونعلي من شأن مستوى التعليم في مصر. من زمان ولحد دلوقتي طلبة بيجوا من كل دول العالم عشان يدرسوا في مصر لأنها رائدة في التعليم، وعندنا أساتذة مستواهم عالي جدا. معايا دلوقتي نموذج مصري بيسعى وبيجتهد عشان يساعد الطلاب المصريين في تحقيق أهدافهم ورفع مستواهم سواء جوه مصر أو بره مصر، وهي المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة والوكيل الحصري لجامعة موسكو الحكومية في الشرق الأوسط، والوكيل للعديد من الجامعات الحكومية الروسية، والكيان القانوني الأقوى في مصر، والمنظم الوحيد على برنامج التحضيري للدراسة في روسيا واللي بتشرف عليه الجامعات الحكومية الروسية. وعشان نعرف أكتر عن نشاطهم ومساهمتهم بيشرفني دكتور وليد إبراهيم، عضو مجلس إدارة المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة، والطالب محمد حسن الحاصل على أفضل بحث طبي في روسيا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك فندم. فكرت إزاي في إنشاء المؤسسة دي يا دكتور؟ والله يا فندم احنا في المجال التعليمي بقالنا اكتر من 14 سنه، سواء المجال التعليمي المهني او الاكاديمي، وكان لنا عده تعاونات مع جامعات مصريه وجامعات اجنبيه. أي. لغايه ما وقع الاختيار على مجموعه من الجامعات الحكوميه الروسيه، واكتشفنا مجموعه من المميزات تقدر تفيد الطلاب المصريين بشكل كبير جدا. من ضمنهم جودة التعليم طبعا في روسيا، التكنولوجيا الحديثة في المعامل، حتى المعيشة على الطراز الأوروبي، وكمان الأسعار هناك بتناسب الطالب المصري. عشان كده فكرنا ان احنا نتعاون مع الجامعات دي ونبدأ ان احنا نفيد بلدنا ونفيد الطلاب المصريين بتوعنا ان هم يستفيدوا بالعلم ده ويقدروا يفيدوا بيه بلدهم. يعني يجي لك الطالب بعد ما بيحصل على ثانوية عامة، تمام يا فندم، مجموع معين ولا اي مجموع بتاعك؟ هو الفكره مش هتكون في المجموع. انا النهارده عايز اقدم للطالب فرصه افضل. أي. تمام. الطالب ده بيكون طموح، بيكون عايز يكون دكتور، عايز يدرس يكون طب مهندس. مثلا بالظبط. تمام. فبتواجهه مجموعه من المشاكل اللي هم ما بيلاقيش فرصه كبيره في اماكن معينه. أنا المجموع بالنسبه لفكره المجموع. تمام. فبيبدا اللي هو احنا نعرض عليه ان قدامه فرصه افضل. أي. ان هو يدرس في جامعه حكوميه معترف بيها على مستوى العالم، معترف بيها في مصر. تمام. طبعا مستوى دراسه هيكون قوي. أي. تمام. فهو لازم يضاهيه عشان يطلع دكتور شاطر، يطلع مهندس شاطر، يطلع طيار شاطر زي محمد. طبعا انت محمد بقى لما فكرت تسافر روسيا وتقدمت للمؤسسه كنت نفسك تدخل طب بس مجموعك ما؟ والله طبعا حصل معايا دروب الثانويه العامه في 2017. كالعاده يعني، كالعاده دايما مشاكل دايما بنواجهها، والحمد لله بفضل الله قدرت اتواصل مع المؤسسه الدوليه وساعدوني ان انا اسافر. طب ايه الدروب اللي حصل لك في الثانويه العامه؟ كانت مشاكل التصحيح والحاجات دي، ورقه الاجابه وتعمل اعاده تصحيح وكده. يعني ما جبتش المجموع اللي دخلك؟ كنت جبت ساعتها 89.5. طب 89 ده زي الفل. بس الحمد لله. بس وانا صراحه كنت حابب اكمل يعني احقق حلمي في ان انا ادرس طب الاسنان. فتوجهت للمؤسسه الدوليه لان هي ما شاء الله يعني كانت اشهر يعني اكثر مؤسسه رائده في المجال ده خلال الفتره اللي فاتت ودلوقتي. والحمد لله دلوقتي انا بدرس طب الاسنان في جامعه بيتاغوريسك الطبيه. طبعا اتعلمت روسي. الحمد لله بتكلم روسي. اتعلمت روسي في قد ايه يا محمد؟ والله خلال السنتين بحاول يعني، ولا زلت ان انا بتعلم لان انا دراستي اساسا بالانجلش. ما هو الطب انجليزي. بس انت بتعافر بقى في طبعا بحاول. طب قول لنا كده كم كلمه روسي كده يعني، مثلا شكرا. أيوه. سبيسيبا. ايوه. مثلا ما فيش حاجه فيها خشخشي. مثلا خرشو. طب دكتور عايز اسال حضرتك حاجه، هل لما طالب مثلا، طبعا انتوا بقى عندكم كام طالب دلوقتي لحد دلوقتي؟ والله احنا يتعدى عدد الطلاب اللي بيسافروا سنويا ال 500 طالب. تمام. 500 طالب سنويا يتعدى العدد، يعني احنا بنتكلم في المتوسط. تمام. مختلف التخصصات بقى. ايوه. طيب هل لما بيروحوا هناك وينهوا دراستهم الجامعيه
بيجوا هنا الشهادات دي معتمدة تماما؟ طبعا يا فندم، هي الجامعات اللي بيروحوا عليها جامعات حكومية ليها تصنيف على مستوى العالم، واعترف بها مصر، اتحاد اوروبي، امريكا، كندا، المجلس الاعلى للجامعات بيعترف بالجامعات دي، تمام. الكريديت اورز اللي هم بياخدوها، عدد الساعات الدراسيه، اعلى بكتير حتى من الاعداد بتاعه المعادله، فالطالب بيبقى كواليفايد اللي هو يعادل في مصر، تمام. اصل انا بصراحه يعني معلش ما تزعلش مني، سمعنا كتير عن طبيعي يا فندم الحركه، تسمعي يعني اي مجال هتلاقي هتسمعي فيه كويس وفيه الوحش. الفكره بقى في الدليل، تمام. الجامعات الحكومية الروسية بتعادل من قبل سنة 56 حتى. طب أنا إيه اللي يخليني أثق في مؤسسة حضرتك مع احترامي الكامل طبعاً؟ طبعاً يعني أنا بتكلم نيابة عن الجمهور اللي بيشوفنا دلوقتي. طبعاً يا فندم. أثق فيك وأجيب ابني أو بنتي أو حاجة عشان يسافر؟ هقول لحضرتك، دي أول حاجة إحنا فكرنا فيها. أنا النهاردة علشان أتعاون مع جامعة حكومية روسية مش هينفع إن أنا أتعاون معاها بصفتي وسيط، لا، أنا بتعاون معاها بصفتي وكيل للجامعة بعقود رسمية متوثقة في السفارتين المصرية والروسية. علشان طبعاً يبقى الموضوع بشكل رسمي. أيوه. تمام؟ ليا برضو بعض المكاتب التمثيلية في معظم الجامعات. تمام؟ يعني مكتبي بيبقى جوه الجامعة نفسها. عشان يعني ده وكيل للجامعه اللي في روسيا دي؟ فندم طبعا وكيل لاكثر من جامعه طبعا، وعلى راسهم طبعا جامعه موسكو الحكوميه. جامعه موسكو الحكوميه اكبر جامعه في روسيا، متصنفه على مستوى العالم طبعا، معروفه من اقدم الجامعات. في نفس الوقت انا الوكيل الحصري ليها على الشرق الاوسط، تمام. طب وحضرتك قبل بقى اما بتبقى وكيل للجامعه دي بتتاكد ازاي ان دي جامعه؟ والله يا فندم احنا كل الجامعات اللي تعاملنا معاها مسافر ليها مجلس الاداره وراح وتاكد بنفسه من السفارات والجهات الرسميه اللي موجوده في روسيا قبل ما نعمل التعاقدات معاها. طب وزاره التربيه التعليم العالي تمام ليها اشراف على المؤسسات؟ بصي، الطالب اللي بيسافر بيكون تحت اشراف هيئه البعثات، تمام. ودي طبعا اللي بتؤكد ان الطالب ماشي في خطواته السليمه. طب محمد، انت اول ما قدمت ورحت وكده قابلتك صعاب؟ والله هو طبعا اكيد كل واحد في الغربة بيقابله صعاب وكده، بس صراحة الموضوع كان ابسط شوية بسبب بيبقى فيه فترة كده المؤسسة بتحضرنا فيها، بتدينا اساسيات اللغة بحيث ان احنا نقدر نتكلم في المطار هنا في مصر. بتحضرك قبل ما في مصر نسافر. قبل ما نسافر ده شيء جميل بتدينا يعني البيزكس بتاعت اللغة هناك، الحاجات اللي تقدر تفيدني هناك، بتدينا طبيعة الشعب نفسه عامل ازاي. بمناسبة الشعب الروسي شعب يعني طبيعته شرقية قريبة الى حد ما مننا، مش اللي هو الانفتاح الفظيع بتاع اوروبا ليهم، يعني اخلاقياتهم الى حد ما مناسبة. دولة روسيا صديقة لدولة مصر طبعاً. يعني فاحنا حاسين ان احنا لو رحت انت هناك. طب هم بالنسبة مصرين جداً لاهلك بقى ما قالكش هتسافر وهتسيبنا؟ طبعا اكيد الموضوع بقى صعب شويه طبعا. طب قول لي يا محمد لما رحت هناك، معلش يا دكتور وليد انا عايز اسال محمد لان كتير اكيد من المشاهدين دلوقتي عايزين يجوا لحضرتك في المؤسسه طبعا. علشان وخصوصا الامهات والابهات عايزين يطمنوا على اولادهم. لما رحت هناك يا محمد لقيت ايه بقى المتوفر كسكن مثلا؟ طبعا بيبقى الجامعات الحكوميه هناك بتوفر السكن، يا اما بيبقى تبع الجامعه نفسها وهم بيوفروا للطالب سكن. وبالنسبه للاكل بقى بالنسبه للاكل هناك هناك والله هناك في بطاطس كتير فعلا. هم مشهورين جدا بالبطاطس الكرتوفل والكرتوشكا. الايه يا فندم؟ كرتوفل وكرتوشكا. كرتوفل وكرتوشكا ده وانت هتقضيها كرتوشكا على طول؟ لا لا لا، في هناك عادي المطاعم العالميه اللي معروفه وفي الاكل. بس لا انا بسال على اقامتكم هناك وعندكم يوم اجازه طبعا بتطلعوا؟ اكيد طبعا بيبقى يوم الاحد. تطلعوا تفسحوا بقى هناك وكده؟ طبعا المناطق هناك ما شاء الله يعني كويسه جدا. طيب دكتور وليد حضرتك بتروح تباشر بقى طلابك طبعا لان دول اولادك يعني طبعاً. ولو ان انت طبعاً. سنك يعني مش كبير بس بيعتبروا اولادك طبعا. بس هقول لحضرتك احنا طبعا علشان الجزئيه بتاعت ولي الامر بالذات ده ولي امر قاعد في مصر وابنه في روسيا فيطمن ازاي على ابنه، تمام. انا عامل فريق كامل اسمه فريق المتابعه الخارجيه، ده جزء مصريين وجزء روس، تمام. دول متواصلين دايركت مع السكن الجامعي ومع الجامعه ومع ولي الامر، تمام. ولي الامر يقدر في اي وقت لو عايز يطمن على ابنه يبدا اللي هو يتواصل مع الفريق دوت، يقول لهم والله انا عايز ريبورت عن ابني من ناحيه الاتيتيود او البيهافير بتاعه في السكن. طب عايز ريبورت عن ابني في الناحيه الدراسيه، بيحضر ولا لا، امتحاناته، اخباره ايه، الكلام ده كله. طبعا الفريق ده انا بشرف عليه بنفسي. وممكن اولياء الامور يروحوا يزوروا اولادهم هناك يعني؟ والله لو عايز يروح يزور ابنه لو عايز يروح بيطلع زياره. طب في بنات كتير
بنات كتير كتير جدا. انا عايز اقول حاجه، ان البنات كمان بتاخد تصنيفات على الجامعات اسرع من الاولاد. يعني البنات الواحد بيبقى مصدوم، بنته هتسافر وتسيب اهلها وتروح، ما شاء الله بتبقى في بعض الاحيان اشطر من الاولاد نفسهم. ودي حاجه بتفرحنا جدا يعني. بس محمد انت تفوقت على البنات وعلى الحمد لله الشباب. وانت اخدت دي ازاي يا محمد؟ يعني عملت ايه يعني؟ او اشرح لنا، عشان احنا بندي امل لكل الشباب اللي في سنك انهم هيتعبوا دلوقتي شويه، بس فيما بعد هيلاقوا نتيجه تعبهم ده. والله انا اقول لحضرتك الموضوع بدا اساسا في سنه اولى. ان انا كنت لسه جديد بقى في الجامعه وكده، فكنت بدات اسمع على موضوع الكونفرنسز، ان انا احضر مؤتمرات تبع الجامعه. كان معانا طالب كان دفعه اكبر مننا ما شاء الله، دخل الكونفرنس وخد حصل على المركز الاول. ده بيبقى يعني بيبقى The International Conference for the Students and Young Researchers. ده بيبقى على مستوى الجامعات طلبه ولل... ده بيبقى على مستوى الجامعات في روسيا، بيتعمل في جامعه ستافربول. وانت خدت البحث بتاعك ايه؟ انا البحث بتاعي خدته السنه اللي بعدها، اللي هو في سنه تانية. غيرت منه يا محمد؟ طبعا. لا مش فكره غيره، يعني فكره أنا ان انا ببقى غيره انها تخليك عايز تشجعه. بالظبط بالظبط. بالظبط. ف يعني الموضوع حمسني جدا، وبدات اقدم نفسي للدكاتره واحاول ابين نفسي للدكاتره. البحث بتاعي كان تحت اشراف دكتوره لودميلا بيلاكوفا. البحث بتاعي كان عن the morphological changes of parathyroid glands during the endogenous intoxication, the chronic endogenous intoxication. ده بيبقى حضرتك التغيرات اللي بتحصل في الغده البارادرقيه نتيجه مشاكل بتحصل في الكبد، سواء لالتهاب الكبد او تليف الكبد. ده بحث صعب. ده هو مش فكره صعبه، فكره ان هو الموضوع بالنسبه لي كان اصعب، لان هو بعيد عن مجالي. تخصصك كمان مش كده؟ ان انا اسنان. طيب. لكن احنا في سنه اولى وثانيه بيبقى الموضوع جنرال خالص. بناخد نفس اللي بياخده طب الجنرال ميديسن. وتفوقت بقى على كام طالب كانوا معاك في الحمد لله. لا ده كان في ناس من جامعه موسكو الاولى، وكان في روس وهنود، وكان جنسيات كتيره يعني. كان في ناس من جامعه موسكو الاولى، وناس من جامعه فولجوغراد، وناس من جامعه ستافربول نفسها. والحمد لله فاضل اللي اخذت الدبلومه من المركز بالمركز الثاني. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. الحمد لله فاضل. دكتور وليد، حضرتك طبعا اكيد بتبقى فرحان جدا لما الطلبه بتوعك بيجتهدوا وبيرفعوا راس مصر. اكيد طبعا. يعني طيب، هل في شروط معينه لدخول الطلبه المؤسسه دي عشان يروحوا الجامعه؟ والله بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا اول حاجه بنفكر فيها ان الطالب ده يكون فعلا عايز يتعلم، يكون فعلا ده حلمه. تمام. وانا عشان اتاكد من حاجه زي دي، انا اول ما الطالب بيبدا يجي لنا المؤسسه بيقعد مع حاجه اسمها المستشار التعليمي. المستشار التعليمي ده بيقعد معاه بيشوف الطالب ده عايز يطلع ايه، بيحلم بحلم ده بقاله كام سنه، طب هو بيفكر فعلا في التخصص ده ولا مثلا لا اهله عايزين يخش تخصص وهو عايز تخصص تاني. تمام. بيبدا يشوف ايه الجامعه اللي هتناسبه، ايه المدينه اللي المفروض اللي هو يعيش فيها. طبعا الكلام ده كله تحليل. طبعا. طبعا الكلام ده تحليل للطالب من كل النواحي، عشان اقدر اديله الجامعه اللي هتناسبه، اقدر اديله التخصص اللي هيناسبه، عشان الطالب ده يطلع يتفوق هناك. ما هو زي كنا بنتكلم في حلقه قبل كده يا دكتور، ان احنا بنقول مثلا الاهالي لقوا ابنه او بنته جابوا مجموع كبير قوي، يقول لك بقى طب او هندسه. هو مثلا عايز يدخل كليه فنون جميله مثلا. طبعا. فاحنا مع رغبه الطالب. اكيد. يعني انت اكيد يا محمد الاهل في البيت ما ضغطوش عليك عشان تدرس طب، انت اللي كنت غاوي. انا كنت حابب ان انا اخش طب اسنان. في حد في العيله دكتور؟ انا الحمد لله عندي عمي الدكتور مؤمن، ليه الابحاث بتاعته معروف في دبي، وعمي الثاني الدكتور حاتم مدير معهد الاورام في سوهاج وقنا. ما شاء الله. والحمد لله بفضل الله. والدي يعني حتى على الرغم ان والدي بروجرامر، بس يعني هو اصر ان انا اشوف انا حابب ايه طيب واكمل فيه. طيب اي ام بتبقى يعني، يمكن الاب بيبقى اقوى شويه، انك هتسيبه تسافر تدرس وبتاع بيبقى قوي يعني، او بيقوي صحيح ابنه كراجل يعني. ماما بقى كان موقفها ايه؟ والله الموضوع في الاول كان يعني رفض تام، رفض تام نهائيا، الموضوع ما فيهوش نقاش. بس الحمد لله يعني، علشان يعني هو دايما بيبقى فيه تنازلات علشان حاجه افضل يعني. بس بسم الله ما شاء الله. يعني انا يعني لو عندي ابن زيك مش هخاف عليه. ربنا يبارك فيك. لا بجد والله، لانه محمد يعني ما شاء الله ما شاء الله عليه. الله اكبر. احنا عينينا بتبقى على الطالب من وهو في البرنامج التحضيري. بس حضرتك قلت حاجه مهمه، ان بيتحضروا له قوي يعني. طيب. بيقعد
مع مختصين طبعا. عشان يشوفوا ميوله ايه ويشوفوا افكاره طبعا. ايه ويشوفوا ده عاوز يسافر ليه. ما هو ممكن بالزبط. طلبة تسافر اهو عايز يسافر وخلاص بالظبط، مش عايز يسافر يتعلم. وبعدين اكيد بيلاقوا صعوبة جدا في التعليم وفي المعاملة. ده هيرجع يعني طالب رايح مش عشان يدرس هيرجع. اه مش هينفع، مش هينفع. وانتوا بتكتشفوا ده هنا في مصر طبعا. اه طبعا طبعا، مش كده؟ عشان كده زي ما بقول لحضرتك انا بيقعد معايا مستشار التعليمي بتاعه بيبدا يحلله من كل الجهات ويحلل النيد بتاعته وهو بيفكر في ايه الحلم بتاعه يعني. بعد كده بيبدا يخش على حاجه اسمها البرنامج التحضيري. تمام. البرنامج التحضيري ده بقى بيبقى تحت اشراف الروس نفسهم، ده دكاتره روس من الجامعات الروسيه. تمام. بيبداوا ان هم يتكلموا مع الطالب، يدوا له بقى اللغه، يتكلموا معاه في العادات، في التقاليد، في الاكل، في الشرب، في اللبس. تمام. يشوفوا الطالب ده فعلا ده طالب يستاهل يبقى متفوق ولا لا. انا مش عايز الطلاب المصريين يروحوا هناك يبقوا صوره وحشه، انا عايزهم يبقوا صوره او يبقوا عاديين. بالظبط بالظبط. طب احنا معانا تقرير بعد اذنك هنشوفه مع بعض. المؤتمر الدولي في الجامعات الحكومية الروسية تنظمه المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة باعتبارها الوكيل الحصري لجامعة موسكو الحكومية في مصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الروسية راكوس بمشاركة ممثلي الجامعات الروسية والملحق الثقافي الروسي وأعضاء القنصلية ومستشار وزير التربية والتعليم للتوعية بأهمية التعليم بالخارج. الاتصال المباشر بيحقق نتائج مهمة جدا في إيجاد الحلول. استراتيجية التليفونات حتى بقت استراتيجية قوميا، الرؤساء بيتبادلوا التليفونات. الاتصال انت ما تعرفيش مين من الإخوة الموجودين هيكون بيقود المسيرة في قادم الأيام لما بيبقى ليه علاقات، وإحنا جربناها على المستوى الشخصي. إحنا بنرعى الطالب رعاية كاملة من أول ما بيسجل معانا لحد ما بنخلص له كل إجراءاته مع الجامعة. بنديله برنامج التحضيري. برنامج التحضيري هو عبارة عن برنامج تأهيلي للطالب قبل ما يسافر من مصر، برعاية دكتور داريا الدميلا من جامعة موسكو. بتبقى محاضره معاه، بتدي له البراكتس اللغوي، الحاجات اللغويه الخاصه بيه، التاهيل النفسي للتعامل في الجو الروسي والتعامل مع الشعب الروسي، العادات، القوانين، ازاي يحترمها، ازاي يتعامل مع الروس بشكل عام. فكل الكلام ده بنديه للطالب قبل ما بيسافر، وبعد ما بيسافر بنكون في استقباله في المطار، بنوصله السكن الجامعي، بنديله كافه اجراءاته الاداريه الخاصه بالجامعه، وبنكون متابعين معاه لو حصلت لا قدر الله اي مشكله او اي استفسار هو محتاجه بنكون متواجدين، بنكون متواجدين مع اولياء الامور لو حب يستفسروا عن معدلات اولادهم ودرجاتهم العلميه. كل الكلام ده احنا بنقدر نوفره ككيان تعليمي. ايه المميزات اللي بيكتسبها الطالب المصري من المنحه الروسيه؟ Okay, we want to know the benefits for the students that he take from the studying in Russian uni. Okay, so we offer only biggest universities in Russia, which has the biggest centuries experience in training international students. And the laboratories and medical centers in Russia, they are very well and highly equipped. So, and also education in Russia is subsidized by Russian government, making it affordable for students. You help the students to work in medical? No, Russian government subsidizes the fees for students, making it affordable comparing to other countries. So education is very high quality, but the fees are affordable. So it's not expensive. هو المميزات اللي بالنسبه للمقارنه بين الجامعات، الجامعات دي ما تعتبرش غاليه، في نفس الوقت هي جامعات عالميه، واللي بيدرسوه نفس المحتوى اللي بيدرسوه بيدرسوه بشكل جيد جدا، وبيكون بيسريهم معلومات قويه جدا ايا كان المجال اللي هو بيدرسه. فده بيأهلهم انه كمان بيدلهم بيسمحوا لهم ان هم بيديهم مميزات ان هو مش شرط يدرس، ممكن يدرس اكتر يعني، ممكن يحول من مجال لاخر يعني، مش شرط نفس الحاجه الكليه اللي بيدرسها، ممكن يحول منها او ممكن يساعدوه كمان ان هو يدرس من جامعه وجامعه، هو ده الاختيار بيرجع ليه. طبعا احنا كمركز ثقافي الروسي من اولوياتنا هو تطوير هذه التعاون، واحنا نشاطنا كتير قوي وبينها النشاط التعليمي طبعا. وكل سنة روسيا بتقدم عن طريق المركز الثقافي الروسي منح دراسية للمصريين الذين عايزين يلتحقوا للجامعات
الروسية. البحث اللي حضرتك خدت فيه المركز الثاني، هل في دكاترة في الجامعة الروسية سندوك فيها أو ساعدوك فيها؟ طبعا البحث كان تحت إشراف البروفيسور لودميلا بلاكوفا. ده كان بحث عن المورفولوجيكال تشينجز اوف باراثيرويد جلاندز during endogenous intoxication. كان في مؤتمر دولي لجامعه ستافربول. ساهمت المؤسسه الدوليه للعلوم والاداره وهي الوكيل الحصري لجامعه موسكو الحكوميه الروسيه بنشر التجربه الروسيه في التعليم والاستثمار العلمي والتبادل الثقافي بين مصر وروسيا، وذلك لتطوير البحث العلمي للطالب المصري في اغلب المجالات، لإخراج كوادر شبابية ذو خبرة متقدمة في كافة المجالات لتلبية احتياجات سوق العمل. جينا البطريق، هالة مصرية، قناة المحور. كنت في الفاصل بسأل محمد إيه بقى أنواع الكاتشاكوكشي البطاطس دي والتانية الكاباتوتي دي، فقال لي لا هو كل حاجة بتتعمل بالبطاطس والمعجنات، بس أنا بقى عليها صينية مكرونة بشاميل بيطبخوا هناك. يعني انا طمنت اطمن عليه زي ابني، يعني قلت هياكلوا بطاطس بس؟ لا طبعا. قلت له بالنسبه للطبيخ بقى ايه الاخبار وبتاع؟ قال لي لا بيطبخوا. الدكتور وليد بيتفاجئ لما بيروح هناك بانهم الطلبه اشطر من الطالبات هناك في الاكل. صح صحيح. دكتور وليد انا اتشرفت بحضرتك جدا، وانت فعلا يعني مش عارفه اقول بتدي امل كبير قوي للطلبه، واحنا بنشكرك جدا على مجهود المؤسسه، وبنشكرك يا محمد. ان شاء الله السنه الجايه ولا اللي بعديها هتتخرج؟ لا لسه ان شاء الله 3 سنين. 3 سنين بعد 3 سنين توعدنا ان شاء الله، كان لنا عمر ان انت تيجي تقعد معانا ونقول لك يا دكتور محمد. ان شاء الله. شكرا يا دكتور وليد. شكرا يا محمد. شكرا قوي. بعد كده بقى هنروح لاسراء والسيده اسماء والدتها. هذا البرنامج برعاية